بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة سوسن سامي إنجليش. النهاردة إن شاء الله هنستكمل مع بعض يونت 9 كونزرفيشن للصف الثاني الثانوي. كنا واقفين عند ريدينج تكست، ريدينج أند لسننج تكست. هشرحهم مع بعض النهاردة. أنا بشتغل من كتاب المعاصر صفحة 109. عندي هنا book your conservation volunteer trip today، يعني احجز يعني رحلتك التطوعية أو رحلة المتطوع للمحافظة على البيئة. عندي are you interested in conservation، هل أنت مهتم بالحفاظ أو حماية البيئة؟ are you ready for a new challenge، هل أنت مستعد لتحدي جديد؟ If your answer to both of these questions is yes، لو انت اجابتك على السؤالين دول ايوه، we have some excellent volunteer programs for you، عندنا برنامج ممتاز جدا للمتطوع من اجلك. Number A او نمرة A، New Zealand. Come to New Zealand and help us preserve the country's unique biodiversity، تعالى لنيوزيلندا واحمي معانا التنوع البيئي الفريد. You'll plant trees so that endangered birds have a far better environment to live in، هتزرع اشجار لذلك الطيور المعرضة للخطر هيبقى ليها بيئة يعني كويسة نوعا ما عشان تعيش فيها. You'll also help us to monitor changes in a variety of plant species in different areas، وانت كمان هتساعدنا ان احنا ازاي نراقب او نرصد التغيرات في التنوع الموجودة في انواع النباتات في مناطق مختلفة. Another slightly more challenging task is، كمان في مهمة يعني مهمة يعني فيها تحدي تنطوي على التحدي نوعا ما، هو تنظيف الشطوط أو الشواطئ and helping to run recycling centers، وكمان عشان ندير مراكز إعادة التدوير where local people، حيث الناس المحليين can bring their waste، ازاي يحضروا الكمامات او النفايات بتاعتهم. تايلاند نمبر بي، تايلاند. here in Thailand we are involved in caring، احنا هنا مشغولين بالمحافظة او الرعاية for elephants، رعاية الفيلة. who used to take tourists on rides، اللي اتعودوا ان هم ياخدوا السائحين كده في جولات around big cities. you'll monitor these elephants progress as they start their new lives in the forest، بيبدأوا كده يعني حياتهم في الغابة. to make sure that they are healthy and happy، عشان يتأكدوا ان هم اصحاء وكمان سعداء. these unique and beautiful creatures، هذه الحيوانات او المخلوقات الجميلة الفريدة من نوعها. love to play with our volunteers، بيحبوا ان هم يلعبوا مع المتطوعين بتوعنا. almost as much as they love having a bath in the river، بالاضافة الى ان هم بيحبوا ان هم يعني ايه ياخدوا شاور او يستحموا كده in the river with them، يستحموا مع المتطوعين في هذه الأنهار. 14 days prices with flights from $2,000 or $2,599، ده 14 يوم أسعار الطيران تبدأ من $2,000 و500. Brazil is well known for its amazing biodiversity، يعني برازيل معروفة بالتنوع البيئي المذهل. however ولكن the native inhabitants، السكان المحليين of the Amazon لأمازون face exactly the same threat، بتواجه بالضبط نفس التهديد as the rainforest، زي الموجود في اللي هي الغابات الممطرة. they are
also fighting fighting هما ايضا يعني بيحاربوا for their survival من اجل البقاء على العيش او البقاء يعني احياء يعني. You can also you can help the native inhabitants ممكن تساعد السكان المحليين to preserve their language ان هم يحتفظوا بلغتهم in digital form بشكل رقمي for future generations للأجيال القادمة أو الأجيال المستقبلية. What is more والأكتر من كده بقى you can apply for a scholarship أنت ممكن كده تقدم لمنحة دراسية for the cost للتكاليف of this rewarding trip لهذه الرحلة المجزية 16 days بالنسبة للرحلة اللي احنا قلناها بتاعت برازيل دي 16 يوم prices with flights from $2,599 okay Asian and African elephants did you know that elephants live in both Africa and Asia هل تعرف ان انت ان الفيلة بيعيشوا في افريقيا واسيا when you first see elephant لما تشوف كده يعني فيلة لأول مرة from these two places من هذه الأماكن هي آسيا وأفريقيا you might think that هتشعر إن أنت they are exactly the same as each other هتشعر إن هما شبه بعض بالظبط but they are not لكن هما مش شبه بعض African elephants are slightly larger than Asian elephants. الفيلة الأفريقية يعني كبيرة بشكل طفيف عن الفيلة الآسيوية. While African elephants ears بالرغم بينما يعني أذن أو ودان الفيلة الأفريقية are usually far bigger يعني دايما بتبقى أكبر than Asian elephants. Only male Asian elephants have tusks. يعني بس الذكور فيلة الذكور الآسيوية عندهم أنياب those big teeth. However, ولكن female African elephants have tusks too. ولكن هما لكن بقى الفيلة اللي هما الأفريقية بس الإناث عندهم أنياب أيضا and they are almost as big as the male elephants هما كبار فعلا الأنياب ديت زي الذكور بالظبط. Problem solving the problem many students at your school take the bus home at the end of each day the problem is that المشكلة that the bus stop محطة الأتوبيس is always very sunny يعني مش مثل دايما it's very hot waiting for the bus يبقى الدنيا حر قوي ان انت تقف تستنى أتوبيس and some children don't feel well بعض الأطفال ما بيشعروش كده ان هما كويسين if the bus is late لو الاتوبيس اتأخر يعني possible solution ايه هو بقى الحل number one give sun shades يعني اعطي كده شمسية او مظلة to all the students so that they can stay out of the sun اديلهم كده مظلة للطلبة او الطلاب دول يعني عشان يقدروا يعني ايه يحتفظوا يعني ايه يحفظوا نفسهم من الشمس you can also advise them ممكن تنصحهم to wear hats ان هم يرتدوا قبعات plant trees ازرع اشجار around the bus stop حول محطة الاتوبيس so that students can stay out of the sun while they are waiting الطلبة أو الطلاب هيحتفظ يعني هيحموا نفسهم من الشمس بينما هم في الانتظار. Number three, move the bus stop so it's next to a building. يعني حرك كده محطة الأتوبيس ديت بحيث إن هي تكون بجانب مبنى so that students can stay out of the sun while they are waiting. عشان برضو الطلاب يحموا نفسهم من الشمس. بينما هم في انتظار الأتوبيس. Number four,
tell the students to wait inside the school, يعني الطلاب ان هم ينتظروا بداخل المدرسه until they can see the bus arriving، لغايه ما الاتوبيس يوصل. Can volunteering benefit young people today؟ هل التطوع بيفيد الشباب الايام دي؟ Several research studies have proven that significant psychological benefits that can arise from volunteering for people of any age. طبعا الابحاث بتقول ان هي بيبقى لها فوائد نفسيه اللي هي التطوع يعني. For young people، بالنسبه للشباب، though there are many reasons، هناك اسباب كثيره why volunteering، ان يخلي التطوع would benefit them، يعني مفيد بالنسبه لهم. In my opinion the most important benefit، يعني الفائدة الكبيرة العظمى، is that it simply makes them feel good، بيخليهم يشعروا كده بأنهم كويسين about themselves، عن نفسهم. I believe that a further important benefit is that young people can develop useful skills. أنا بالنسبة لي أؤمن إن الفايدة الكبيرة العظمى إن الشباب ممكن يطوروا هذه المهارات المفيدة أو المهمة and valuable experience، والخبرة ذات القيمة. These can prove extremely useful not only at school، وده كمان ممكن يظهر مش في المدرسة بس، but also in their careers، ولكن في كمان المهن بتاعتهم. For example a volunteer job with an organization، يعني وظيفة التطوع في مؤسسة، may lead to bad work، ممكن تؤدي الى ان انت تشتغل شغل مدفوع لك، يعني مندفع لك فلوس، يعني ممكن تلتحق بوظيفة بسبب تطوعك ده. Volunteering could also provide the opportunity، ممكن كمان يدي لك فرصة to find out، تكتشف if working in a certain area would be enjoyable and suitable، يعني لما تتطوع انت في مكان ما هتعرف ان الوظيفة ديت هل هي مفيدة بالنسبة لك، هتكتشف لو العمل في منطقة معينة ممكن يكون ممتع او مناسب بالنسبة لك. The third and final benefit، يعني الفائدة بقى الأخير التالتة والأخيرة of volunteering is that، من التطوع، هي it gives young people، بتدي الشباب the opportunity فرصة to make useful contacts، يعني تواصلات كده أو اتصالات كده مفيدة. A majority of volunteers، عامة المتطوعين مالهم، work together، بيشتغلوا مع بعض in order to achieve a specific goal، يعني بيشتغلوا مع بعض عشان خاطر يحققوا هدف معين. Consequently، وطبقا لذلك ونتيجة لذلك، they often get to know each other، بيتعرفوا على بعض very well، and team leaders، وكمان القائدين بتوعهم القادة، may then put volunteers into contact with people، بيخلوا الفولنتيرز دول يتواصلوا مع الناس، who can offer them other interesting opportunities، اللي بيديلهم فرص ايه شيقة. In conclusion، عشان ننهي كلامنا ده، it's clear that volunteering، من الواضح ان التطوع brings several important benefits، بيجلب الكثير من الفوائد المهمة for the volunteers involved، للمتطوعين اللي تم تطوعهم. However، ولكن المشاركين يعني، ولكن as I explained، زي ما انا شرحت كده above، the most important benefit is the positive effect that volunteering has on the volunteer's mental health. أحسن فايدة من الفولنتيرنج ده هي الفايدة الصحة العقلية للفولنتيرز. التكست اللي بعد كده سنة تانية، we should reward all volunteers، لازم كلنا نكافئ المتطوعين. Some people argue that، بعض الناس بيتناقشوا ويتجادلوا، we should reward volunteers، لازم نكافئ المتطوعين by giving them some money for their work. However، ولكن I believe that this is not necessary، أنا
اعتقد ان ده مش ضروري. why is this ليه؟ the definition of to volunteer، لان تعريف كلمه ان انت تتطوع is to work or help someone، ان انت تشتغل او تساعد شخص ما without being paid، من غير ما حد يدفع لك حاجه. many charities، بعض الجمعيات الخيريه need volunteers، بتعوز متطوعين in order to help people، عشان تساعد الناس who have problems، اللي عندهم مشاكل، or who are very poor، او فقراء. in my opinion، في رأيي the charities need all the money، الجمعيات الخيرية تحتاج كل المال they receive، اللي بيستقبلوه، to help these people، عشان يساعدوا هؤلاء البشر. consequently، ونتيجة لذلك they do not have enough money to pay volunteers، وعشان كده هم معهمش المال الكافي ان هم يدوا المتطوعين. so، ولذلك why should volunteers work for no money، ليه بقى المتطوعين بيشتغلوا يعني من غير اي فلوس؟ not only do volunteers gain valuable experience from volunteering، مش بيكتسبوا بس خبرة قيمة من التطوع، but they also teach them skills، ولكن هي تديلهم مهارات. الفولنتيرنج ده بيديلهم skills that they can use in their careers، ممكن يستخدموهم في حياتهم المهنية. I believe that voluntary work، أنا أؤمن جدا إن العمل التطوعي can eventually lead to a volunteer، حتما هيساعد الفولنتير getting a good job، إن هو يحصل على وظيفة كويسة. in conclusion، وفي النهاية I would say that there are many benefits، يوجد الكثير من الفوائد that arise from volunteering، اللي جاية من التطوع rather than being paid، أكتر من يبقى إن هو مدفع لهم فلوس. طيب التكست اللي بعد كده هنا سبيكر بيقول my name's محمد منصور and I am reporting from a small town on the Red Sea coast in Egypt، أنا بعمل تقرير من ساحل البحر الأحمر في مصر. it's an area، هي منطقة that has been popular، مشهورة with tourists، بالسياح from all over the world، all over the world for a long time، but a few years ago it became clear that tourism was causing damage to the local environment، ولكن من الواضح ان السياحة عملت يعني دمار كده للمنطقة البيئة المحلية. the biggest problem was that too many tourists، كثير من السياح would visit diving centers at the same time، هيزوروا مراكز الدايفينج في نفس الوقت. local companies، والشركات المحلية didn't use to put a limit، ومش متعودة ان هي تحط كده حدود on how many people could dive، يعني مش مبينة ومش موضحة كده كم عدد الناس اللي ممكن يغطسوا. during the summer، واثناء الصيف، they used to take 10 divers، كانوا متعودين ان هم ياخدوا 10 غواصين at a time to explore one reef، عشان يستكشفوا شعب من الشعب المرجانية. that's just too many، وده كان كتير جدا. however، ولكن things have changed since the local council decided to take action، حاجات كتير اتغيرت من ساعة المجلس المحلي ما بدأ كده ياخد قرارات. there are now rules، يوجد الآن كده قواعد about how many divers، عن عدد الغواصين can be، ممكن يبقى يعني يشتغل في الحكاية دي، can be in one area، في منطقة واحدة at the same time، في نفس الوقت. divers، والغواصين also have to pay a small amount of money، لازم يدفعوا كده جزء من المال which goes towards this project، اللي المال دوت رايح لمشروعات which help to protect the local environment، اللي بيساعد البيئة المحلية. another problem is that the local people had in the past، يعني المشكلة ان في من ضمن المشاكل اللي كان الناس بيعانوا منها في الماضي was that hotel companies، شركات الفنادق would buy the best، هيدفعوا احسن the best land in the town، يعني مش هيدفعوا، هيشتروا احسن ارض في المدينة، remove any building،
هيزيلوا اي مباني already on it موجودة بالفعل فيها and build hotels instead، وهيبنوا اوتيلات in places where there used to be facilities، في الاماكن اللي معتاد ان يبقى فيها تسهيلات for local people like sports fields، زي كده مجالات الرياضية، مش المجالات، المجالات يعني مثلا نقول ايه، ملاعب رياضية، field هنا معناها ملعب، sports fields، cafes المقاهي، and السينما، وكمان السينما. There are now hotels. كل الحاجات دي أصبحت دلوقتي إيه؟ أوتيلات. Fortunately ولحسن الحظ the council now have new rules. كمان بقى عنده المجلس ده بقى عنده يعني قواعد جديدة for how much land hotel companies can buy. يعني يعني كم سعر how much land، مش كم سعر، يعني قد ايه من الارض ممكن الاوتيل دوت يشتريها عشان يحولها لفنادق. local people used to complain about the tourist about tourist، الناس المحليين بدأوا يعني ايه يشتكوا من السياح in their town في مدينتهم، but now they are a lot happier to see them، ولكن دلوقتي أصبحوا أسعد إن هما بيشوفوهم. this should help tourists to enjoy their visit، وده بيخلي السياح يعني يستمتعوا بزيارتهم even more أكثر، and they will then return to the area، ويرجعوا للمنطقة more often أكثر وأكثر، helping to support the local economy in the future، وكمان بيساعدوا إن هما يتطوروا أو يشجعوا الاقتصاد المحلي في المستقبل. ماشي، طيب welcome to program presenter، بيقول اهلا بكم في البرنامج. today I'm reporting from the great barrier reef، يعني الحاجز المرجاني الكبير in Australia، and I am going to be talking about the problems this beautiful place is facing، وهقول عن المشكلة اللي المنطقة دي بتواجهها. the great barrier reef is an area of coral which lives under the sea in an area that is 2600 kilometers long. هي المنطقة دي في موجودة بتاعت اللي هي المرجان الكبير ده على بعد 2600 كيلومتر من سطح البحر. people love visiting the reef، الناس تحب تزور المنطقة دي because there are so many colorful fish that live here، عشان في سمك كتير ملون في هذه المنطقة. in the past all of the reef used to have beautifully colored coral، يعني في الماضي الشعب ديت اعتدت ان هي يبقى لها الوان جميله جدا. today things are changing، من الايام دي بقى الدنيا اتغيرت، and much of the coral is white، معظم المرجان ده بقى white. why is this؟ well it's partly because interview اللي هو اللي بيتم مع المقابله يعني بيرد بقى بيقول ان هو جزئيا because the sea didn't used to be as warm as it's today، يعني لان بيرد يعني بيقول اللي هو بقى ابيض جزئيا بقى ابيض المرجان، بيقول له عشان البحر ما عادش دافي او ما كانش دافي، مش معتاد ان هو يدافي زي الايام دي. global warming الاحتباس الحراري ماله is starting، ماله بقى من مشاكله ان هو starting to kill the coral، بدا يقتل الشعب which turns white اتحولت لابيض when it dies، بتحول اللون الابيض لما تموت. another problem is starfish، وكمان starfish السمكة النجمة. in the past there used to be many species of fish، في الماضي كان المعتاد ان هو كان في انواع كتيرة قوي من السمك that ate the starfish اللي كانت بتاكل نجمة البحر، but people have caught so many of these fish، الناس بقى اصطادت السمك اللي كان بياكل نجمة البحر ده that they have disappeared، there is nothing to eat the starfish، مفيش حاجة بتاكل نجمة البحر. so today the starfish actually eats the coral، بدأت نجمة البحر تاكل الايه؟ تاكل الكورال. انتروفويي another problem، وكمان في مشكلة تانية. I'm afraid is people، انا اسف هم الناس بقى، يعني اقول لك بقى المشكلة جاية منين كمان، الناس. the area did not used to have so many tourists visiting the barrier reef، المنطقة ما عادش فيها سياح كتير بيزوروا البارير ريف. now about 2 million، ما كانش فيها سياح كتير، دلوقتي بقى about 2 million people 2 مليون من الناس visit every year بيزوروا المنطقة،
boats damage the reef، والقوارب بقى اللي رايحين جايين بيها في البحر ديت دمرت الشعب المرجاني and pollution is not good for the coral either، وكمان التلوث مش مفيد للكورال طبعا. فالبريزنتر بيقول so life is difficult for the coral here. انت عايز تقول كده ان الحياة بقت اصعب كده بالنسبة للشعب المرجانية. In next week's program، البرنامج الاسبوع الجاي، we will looking at what we can do، هنقول بقى احنا ممكن نعمل ايه about this problem، لهذه المشكلة. شوف التكست اللي بعده السنة تانية. Student 1 بيقول so we are trying to find a solution for a problem that a lot of young people are having in our town at the moment. يا جماعة احنا عايزين نشوف كده نحل المشكلة اللي الناس بتواجهها في منطقتنا. فالستودنت نمبر 2 قال yes there aren't enough facilities for young people in our town، مفيش تسهيلات للشباب. When you're not at school، لما انت ما تبقاش في مدرسة، or doing your homework، او ما تعملش واجبك، the only things you can do، الحاجة الوحيدة اللي ممكن تعملها are to go for a walk، تتمشى، go shopping، ان انت تروح shopping، or go swimming، او روح تعمل سباحة. Student 1 yes I think we should have a far wider range of facilities for young people here، لازم يبقى عندنا facilities ل young people. Student 2 we could ask the local council to build a skate park، لازم نخلي المجلس المحلي يعمل لنا حديقة تزلج. That wouldn't cost very much money and it wouldn't take up very much space either. يعني لا هتاخد فلوس كتير ولا هتاخد مساحة كبيرة. Student number one قال له That's true but not all young people like skateboarding، مش كل الشباب بيحبوا skateboarding. And what if there is a storm، طب لا ايه بالك بقى لو في عاصفة، or it's too hot outside، او الدنيا حر برا. That's a good point، والله دي فكرة كويسة. Do you have any other suggestion، عندك اقتراح تاني؟ Student number one well what about starting a youth club in a building that's already there، ايه رأيك في ان احنا نبدأ كده نادي شباب في المبنى الموجود هناك ده بالفعل. The council wouldn't have to build anything new and youth club could offer lots of different activities، ممكن المجلس المحلي ما يعملش حاجة ما يبنيش حاجة، بس نادي الشباب ده ممكن يقدم كثير من الأنشطة. So there is something for everyone، كل واحد هيبقى له حاجة هناك. Students number 2 and well the council would still need to pay some people to organize the youth club، بس المجلس المحلي بقى هيضطر ان هو يدفع للناس اللي هتنظم اليوث كلاب. So it wouldn't be completely free، يعني مش هيبقى ايه مجاني بشكل ايه كامل يعني. Students number one قال له okay but it might not cost a lot and they could ask for volunteers، هما ما ممكن متكلفوش قوي وممكن يتدوروا على volunteers. Okay but what activities could we do at the youth club، طب ايه قول لي بقى الانشطه كده اللي ممكن نعملها هناك. Playing games and drawing isn't very interesting for older kids، على فكره لعب الالعاب ديت والرسم مش هيبقى interesting قوي للعيال كبار. فقال له okay so we have two possible solutions so far، عندنا كده حلين. It seems like we need to find something that doesn't cost very much money، عايزين نشوف كده حاجة ما تتكلفش فلوس كتير، but which is interesting، في نفس الوقت interesting and a lot of young people will find interesting، وكثير من العيال أو الشباب يعني هيلاقوها interesting. Narrator in today's program، آخر بقى تكست معانا سنة تانية. In today's program، البرنامج النهاردة we listen to your computer problems، هنستمع لمشاكل الكمبيوتر بتاعتك، then ask three experts، وهنسأل ثلاث خبراء to suggest a solution. First we have Ola. What's your problem Ola؟ Hi I have an old laptop، والله عندي لابتوب قديم. Which used to be really good، كان دايما كان حلو. At school we did a project، في المدرسة عملنا مشروع. For homework about sea life، مشروع كواجب يعني عن حياة البحر. All my friends could download photos، كل صحابي نزلوا photos and information from the internet، ومعلومات من الانترنت. But now my laptop won't do this، ولكن اللابتوب بتاعي ما عملش حاجة. What should I do، ماذا أفعل؟ Okay let's ask our first expert. First what do you think Ola should do أمال؟ والنبي أمال قول لنا كده علا تعمل إيه؟ أمال قالت له well it sounds like your computer is very old، والله شكل الكمبيوتر بتاعك كده إيه قديم. Why don't you buy a new one؟ ليه لأ مشتريش واحد جديد؟
then I think your problem will be solved. والله ممكن تتحل المشكلة لما تبيعي ده وتشتري واحد جديد. فالبريزنتر قال thanks, do you agree دينا؟ موافقة يا دينا؟ دينا قالت no because new computers are expensive. لا 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 لا، أنا هبقى واقعية وأقول لكم بقى الكمبيوترات الجديدة غالية قوي. even an old laptop، وحتى لو اللابتوب ده قديم should be able to download photos، لازم ينزل photos. so perhaps ربما there is a problem with it، في مشكلة فيه. I think you should take it to a shop، خديها محل. I am sure they can repair it، ممكن يصلحولي. Presenter okay, what about you Manal? وانت يا منال رأيك ايه؟ What advice do you have؟ ايه النصيحة اللي تقدميها لأختك؟ أولا فمنال ردت، أما كاتبينها ممال هو المفروض منال. I think you can solve the problem yourself، ممكن تحل المشكلة بنفسك على فكرة يا علا. You probably just need a new operating system، على فكرة بقى أنا جبت التايهة، أنت لازم تعملي نظام تشغيل جديد. شوف أنت مشغلة ويندوز بقى 7 ولا ويندوز 10، اعملي كده أبديت أو نزلي ويندوز جديد، هي قصدها كده يعني. This is a program you can download from the internet، على فكرة الويندوز ده ممكن تنزليه على الإنترنت عادي. I think this will solve your problem، أعتقد إن هو هيحل مشكلتك. دي كانت نهاية التكست السنة التانية بتاعة conservation ليونت 9 2021. يا رب يكون الفيديو مفيد بالنسبة لك، شير لأصحابك ولايك للفيديو واشتراك في القناة لو انت مش مشترك، عشان 90% من المتابعين القناة مش مشتركين في القناة. فلو سمحت اشترك في القناة عشان يوصلك كل الإشعارات، ما يفوتكش أي فيديو إن شاء الله، وتفعل زر الجرس، الجرس اللي هو في لون فاتح ولون غامق في الجرس، اتك على اللون الغامق اللي هو الكل يعني، عشان يجيلك كل الإشعارات. كانت معكم سوسن سامي من قناة سوسن سامي إنجليش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.